مراعي الفروق الفردية، وكان مثلا كيف بدي أحكي لكل إشي مباشر، يعني أي إشي نشرح إن كان من قواعد ولا من دروس ولا مثلا حتى اللي توقعونا إياه الأساتذة وكذا، الحمد لله أجا في الامتحان. الامتحان جسيل ومباشر، والوقت بكى يعني مظبوط، بكى بتشف الوقت. الحمد لله منيح. اليوم أخذنا امتحان عربي الجلسة الأولى، كان كتير منيح، يعني إن شاء الله يضلوا هيك منيح. صعب والله العظيم، جد والله صعب، كثير صعب. تمام، اللي دارس بجيبش واللي مش دارس بجيبش، جهتين ساقطين مكملين، وراح نعيد بشهر 8. يعني الامتحان كان متوسط، جابوا قصيدة خارجية ونص خارجي، كان متوسط يعني وهيك، وتعبير كان غير التوقعات، غير الكتاب كمان، فحاولنا نصيب في التعبير يعني خربطنا شوي وهيك، ما توسط لهم الامتحان، جابوا دع دائرة 15 دع دائرة، وبداية كان منيح، بتمنى انه الامتحانات الجاي يكون هيك نفس المستوى هذا. امتحان سهل يعني، اسئلة مباشرة كله منيح يعني، في شيء يعني حتى القواعد كله سهل، ما توقعناش، توقعنا انه يجي اصعب من هيك، بس لا يمرعون يعني امتحان منيح. كان سهل اجمالا، ما احتاجش كل التعب اللي تعبناه ودرسنا على فعليا، انه براعي كل الفروق الفردية اللي كانت موجودة ولكل المستويات، والكل إن شاء الله بضمن إنه ينجح فيه. الحمد لله مليح يعني، الأسئلة مباشرة وفيش فيه يعني لف ودوران، والحمد لله إن شاء الله خير.